ساوثهامبتون واتفورد الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليغ الجوله 29 وشاهدنا كيفاش انتهت المباراه لصالح وارد يعني نقولوا بلي ساوثهامبتون وين هزيم في ميداني امام واتفورد يعني بهدفين لهدف شاهدنا كيفاش وين الاهداف وين كوتشي الذي سجل الهدف هدفين يعني في الدقيقه 14 والدقيقه 34 محمد اوليونسي الذي سجل الهدف يعني في الشوط الاول في الدقيقه 45 يعني وين ثلاث اهداف وشاهدنا الاهداف المباراه اللي تلعبت في الشوط الاول يعني وشاهدنا الشوط الثاني لكن بدون اهداف رغم ان السيطره من جانب ساوثهامبتون 60% نسبه استحواذ واتفورد 40% شاهدنا روي المدرب تاع واتفورد اللي دخل بخطه 4-3-3 شاهدنا كيفاش لايف المدرب ساوثهامبتون اللي دخل بخطه 4-4-2 يعني وين كانت المباراه شيقه مباراه اللي كانت قويه جدا شاهدنا كيفاش كيلي يان يعني شاهدنا محمد لوسيو يعني محمد اليونسي شاهدنا جيمس يعني رومان ويلي ادميز يعني وين ناتان لكن بدون جدوى امام واتفورد وين بان فوستر الحارس اللي لعب دور كبير يعني كريستيان شاهدنا حسن كامارا سامير شاهدنا كيكو موسى سيسوكو كوشاك يعني وين عمران لوز يعني كوتشو جاو لكن بدون وين شاهدنا وين لعبوا دور كبير في هذه المباراة اللي كانت في صالح واتفورد يعني وين كانت المباراة في صالحهم وين لعبوا من أجل الفوز وفقط وين استغلوا الهفوات في الشوط الأول وين كوتشي الذي استغل زوج غلطات يعني بالدفاع تاع ساوثهامبتون يعني وين الفوز اللي رجع للنادي تاعو في هذه المباراة اللي كانت شيقة مباراة كانت صعبة لزوج أندية لكن كانت شيقة وعرفوا كيفاش يفوزوا بالمباراة يعني في الأخير هذه هي الجولة 29 ساوثهامبتون هدف واتفورد هدفين في الدوري الإنجليزي ممتاز للبريمير ليج.